وجد الباحث نفسه يهتم بالزمن، وهو العمل الذي تمخض عنه كتاب من عام الفيل إلى عام الميكان، الذاكرة الشفوي والتدوين التاريخي. وكما عودنا السبتي فهو كلما فتح ورشا علميا يفاجئنا بالجدة والجدية في المنتوج الفكري. انطلق السبتي من تسمية السنوات لدى عامة المغاربة كمدخل مهم لدراسة العلاقة بين الذاكرة المكتوبة والذاكرة الشفهية، والعلاقة بين الذاكرتين بالحدث والتاريخ بالحدث. وهنا تبقى حاضرة بقوة منهجيته التاريخية المنفتحة على مناهج التاريخ الجديد، الذي يعتبر السبتي من أحد أقطابه في الدراسات المغاربية. لاحظتم شهدت رحاب الكلية هذا اليوم ندوة من الطراز الرفيع، ندوة بهيجة، ندوة مفيدة، ندوة ممتعة. يتعلق الأمر بقراءة في كتاب الأستاذ عبد الأحد السبتي، الكتاب الجديد الموسوم به من عام الفيل إلى عام الماريكان، الذاكرة الشفوية والتدوين التاريخي. وهو كتاب من الحجم الكبير، وهو كدير كبير في مضموره، وقد اشتغل عليه صاحبه لمدة طويلة، ربما قد فقط 20 سنة. والأكيد أنه يشكل هذا الكتاب يشكل لبنة الأساسية في البحث التاريخي في المغرب، وعلما أن صاحبه كذلك له مكانة كبرى في الساحة التاريخية المغربية، فهو عالم وهرم من أهرامات الكتابة التاريخية المغربية، وقد تتلمذنا على يديه واستفدنا منه وما زلنا نستفيد منه. وكما لاحظتم فقد كانت قراءة سادة الأساتذة، أستاذ المغراوي، أستاذ رحال بوبريك، أستاذ بوجمع رويان، كتابة قراءات مفيدة وممتعة وجميلة جدا. وهذه فاتحة ندوات قادمة إن شاء الله ستنظمها شعبة التاريخ في إطار كلية الأدب والعلوم الإنسانية، فانتظروا المزيد. وأستغل الفرصة لأشكر وسائل الإعلام التي تابعت هذه الندوة، وهذا إن دل عن شيء فإنما يدل على أنها عكس ما يفعل البعض الذين يهتمون بالتفاهة، فقد جئتم واهتممتم بالثقافة وبالعلم وبرجال العلم، وهذه نقطة تحسب لكم. على غير العادة كان هناك حضور كبير جدا للطلبة، وهذا شيء مفرح، للأساتذة الباحثين من مختلف مدن المغرب، من مدن متعددة، من الرباط، من القنيطرة، من مراكش، من فاس، من سطات، من وجدة. يعني أساتذة جاءوا من مختلف التخصصات، هنالك الآداب، الأنثروبولوجيا، الاجتماع، التاريخ إلى غير ذلك، حضور شخصيات وطنية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على قيمة المحتفى به اللي هو الأستاذ السبتي، إنما يدل على قيمة شعبة التاريخ التي استطاعت أن تجمع هذا الحضور الكبير، ويدل على أن هنالك طلبا متزايدا على التاريخ واهتماما متزايدا بالتاريخ، وهذه نقطة مهمة جدا. العلوم الإنسانية لم تفقد أبدا روحها، ولكن روحها تزداد شيئا وتتطور، وكلما مرت عليها فترة خفوت فإنها سرعان ما تعود إلى الواجهة وإلى العمل وإلى الاشتغال، لأن أمة ودولة وشعب بعدون علوم إنسانية يعني أنها أمة بدون حضارة وبدون ثقافة وبدون معرفة وبدون عقلانية. واقع الكتاب الذي اجتمعنا اليوم لقراءته برحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط في إطار أنشطة شعبة التاريخ بها، هذا الكتاب متميز لعدة اعتبارات. الأولى هو أنه يطل على مادة تاريخية معروفة ولكن الناس لم ينتبهوا إليها، وهي التسمية بالسنوات، عام الفيل، عام الجوع، عام الميريكان، عام كذا عام كذا، ولكن المؤرخ لم يأخذ هذه المعطيات كمعطيات جاهزة، بل صبها في قالب تحليلي تركيبي مشوق. حينما نقرأ الكتاب نخرج بأول شيء وهو الامتداد الزمني، أي أنه ينظر إلى هذا النسق التاريخ بالأعوام في إطار زمني طويل أو ما يسميه بالزمن الممتد، لا لونغ دوغي. المسألة الثانية وهي تنويع المصادر، يعني هناك المصادر المكتوبة ولكن أيضا هناك مصادر أخرى شفوية، ثم هناك المصادر غير تقليدية بالنسبة للمؤرخ مثل الأعمال الأدبية، مثل الروايات إلى آخره. هذا أعطى بعدا آخر لهذه التجربة في التأليف.
هناك مسألة أخرى، وهي أن المؤلف زاوج في كتابه بين التحليل التاريخي الدقيق وبين التوثيق، بحيث أعطى بعد كل فصل نصوصا مختارة لمن أراد أن يتعمق أكثر أو أن يستزيد. إذن هذه المنهجية في الكتابة هي منهجية جديدة ودقيقة، خاصة وأنها تستقي من مصادر متعددة، يعني كأن الكتاب ملتقى للكتابة التاريخية، للأثر الأنثروبولوجي، للأثر السوسيولوجي. كل هذا أعطى يعني لهذا الكتاب نوعا من الخصوصية ونوعا من الفرادة أيضا. الواقع أنا سعيد بحضور عدد من الزملاء ومن الطلبة ومن الطلبة الباحثين الشباب، وكنظن أن هذا الاهتمام بالكتاب راجع لأنه يحاور عدة تخصصات. هو كتاب تاريخي ولكن فيه جانب أنثروبولوجي وجانب كذلك أدبي، وكيهتم بالذاكرة الشفوية في إطارها الاجتماعي والتاريخي والثقافي. هو كتاب في الواقع أخذ وقتا طويلا، سنوات عديدة، لأن كان هناك مشكل يعني توثيق، ثم بناء أدوات نظرية للتحليل. وتذكر أنه في بدأ الاهتمام به في الواقع في التسعينيات، ولكن كان هناك توقف، وعدت إلى الموضوع في بداية القرن الحالي سنوات 2000، ولم أخصص الوقت الكامل لهذا الكتاب، ولكن كنت تحضيره تزامن مع تحضيري مؤلفات أخرى.